السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما شفتوا في العنوان، دوار ولد حمو الدكارة، هذا هو دوار ولد حمو، جماعة ورتزاغ، إقليم تونات، قبيلة سلاس. دوار المجاور لسد الوحدة، ربما من الدواوير أقرب دوار في سد الوحدة، اللي كيعتمد على التنقلات داخل سد الوحدة. الدوار اللي هو صغير، تابع لجماعة أورتزاغ إقليم تونات، جهة فاس مكناس، دائرة غفصاي، دوار ولاد حمو. كاين جوج دواوار هنا في هذا الموقع، هذا اللي هما محاطين بسد الوحدة، اللي هو دوار ولاد حمو ودوار الدكارة. يعني من الصعب الوصول إليهم بالطريق العادية، يعني بالسيارة، ولكن بالفلايك، يعني الفلايك في الماء، هم الناس اللي كيحتاجوا يقضوا الأغراض ديالهم والتسوق بالنسبة للناس ديال الدوار. الصورة والفيديو حديثة للدوار 2024 شهر 4، منظر جميل. الناس ديال الدوار نظرا للظروف كيخرجوا من الدوار ديالهم، كيمشيو نظرا للهجرة القروية معروفة، خصوصا الدوار هذا لأن ما جا محاصر بالسد. هذا هو السد، هذه فلوكة عادية في السد، يعني نهار السوق السبت ديال ورتزاغ، الناس جايين فلوكة جاية لولاد حمو من السوق. الدوار ديال دكارة هو اللي بقى على اليمين، يعني كاين جوج دواور هنايا في الموقع هذا. كنا معكم سد الوحدة، جماعة ورتزاغ.